سي عربي زغاوي، مرحبا بك على اسبيرونس نيوز بوان نت. هذه اول مغامره لاسبيرونس تونون دو تيتر، عملناها مع تدينا من ديارها من السنغال، المره هذه في من بانجول من الجابون اللي هي في وسط السنغال. ان شاء الله السنغال مربوك علينا. شنو تحس الفرق ما بين الافكتيف نتاع السنة والافكتيف نتاع عمناو بارابور الافكتيف نتاع عمناو والشونس تاع الاسبيرونس السنة، سيرتو اللي بليزيوغ ايكيب كبار ما شاركوش عمناو ولا شاركوا السنة؟ اولا ساعة الفرق كونه في كل سنة واحد يبدا الموسم نتاعو افيك ان افكتيف. احنا عملنا ترجيريتوس يعمل مجهود باش يعطي ان بتي سون نوفو، داير لازم تجديد لازم منه. في الفوتبول ما من احسن ما بقولك سبور اون كومبار با، كل ماتش عنده واقعيه وضعيه وحقيقه. توا الشمس اللي نبداوها كما قلت انت تويكا باش نبداوها ان شاء الله من نسيه السنغال كما بدينا الموسم الماضي. احنا كترجي عازمين كل العزم على التمادي في العمل والنجاح اللي قاعدين نتحققوا فيه، مع العلم وتكون التاقلم مع كل الوضعيات اللي نتخافها قدامنا. فالبداية لازم عندها قيمة كبيرة إن شاء الله. الواحد كما نقوله في كل يقولك البداية دائما صعبة، والمباراة الأولى لازم نعطيها حقها ونعطيها قيمتها ونبدأ بطريقة مجدية وناجحة وإيجابية، وإن شاء الله تكون هذه الخطوة الأولى باش نتمداو في العمل المسترسل اللي قايم به الفريق الكل على راسها سي حمدي المدب وكل المسؤولين اللي قاعدين يقوموا بعمل يعني يشكر في يذكر. اسكو تحس معناتها اللي الافكتيف اكتويل معناتها عنده توليزاتو مش معناتها ثماش نقايص، معناتها عنده توليزاتو مش يعاود يهز الشامبيونز ليغ هذه؟ هو سيرتو بعد خروج الدراجي هو يعني الافكتيف افكتيف البنانا زاد نقولوا اللي كنا عملناه البنانا وقت اللي بدا ما بداش كونفيرمي كيما تو كي بدا خطوه اولى يعني بالمباريات والمشاركات اللي قام بها اظهر استعدادات طيبه ولا الى اي سي كونفيرمي ولا لاعب ممتاز ومنجح. فاحنا كذلك تو عندنا لاعبين ممكن يبداوا الطريق نتاعهم بخطى بطيئه لكن ثابته، ولما نوصلوا في اخر المطاف نلقاو احنا حسنا من وضعيه الفريق، نحسن يعني تمدينا في المستوى اللي وصلنا له وربحنا لاعبين اخرين. وهذه قوه الترجي الذاتي التونسي وكونوا يستمد قوته لا من الاشخاص بس، بالاشخاص ومن المجموعه، والمجموعه تقوي الاشخاص. وهذا هذا اللي يعطي مثلا لاعب باش يبرز لازم يكون عنده لونفيرونو نتاعو المحيط نتاعو يكون ايجابي باش ينجم يبرز. وقت الحاضر احنا نبداو الموسم نتاعنا توا يعني توا نقولوا مثلا قاعدين نلعبوا قاعدين نتمداو قاعدين انا يعني نتمكنوا من الدوري نتاعنا، قاعدين نوصلوا الى مستوى على مستوى اللعب بطريقه ايجابيه، وان شاء الله من اسبوع الى اسبوع نحسن المردود ونوصل الى ما وصلنا ليه. ما قدر اقول لك الوصول للقمه صعب لكن البقاء في القمه اصعب بكثير. شو قال زيت كوتي معناتها ان شاء الله كان نوصل مثلا فاز دو بو معناتها اون موا دي جوان، معناتها باش تجي مرحله جديده ميركاتو جديد ولي ريكروتمون، اسكو معناتها شكون اللي تلاها بدوسي ريكروتمون في الترجي الرياضي؟ اسكو ديريكتور سبورتيف اون توك عبد سواي ولا لونترونور؟ والله هو بكلمه ديريكتور سبورتيف هو لا 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 الخطه هذه خطه عندها قيمه ويعني وقت اللي تختارها والرئيس يقتنع يعني يتعاقد مع ديريكتور سبورتيف. هو في العالم الكل متبدل ديريكتور سبورتيف، مش كيما في انجلترا، مش كيما في المانيا، مش كيما في ايطاليا. احنا شنو الموديل كنا ادوبتي؟ انا 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 قلت الشيء هذايا فما الطريقه الانجليزيه يعني المانجر برينسيبال، وفما الطريقه الالمانيه اللي فيها المدير الرياضي اللي هو بناء بجانب الكوتش اللي هو المسؤول الفني، والمسؤول الفني يتلهى بكل ما هو ريكتونجل فير، والديريكتور سبورتيف كل ما هو برا من ريكتونجل فير، وتكون العمل يعني متنسق ومتكامل. فالحق على مستوى الترجي اقتنع بها الفكره سي حمدي، و يعني انا طرحت الافكار الموجوده في العالم يعني اقتنع بها، واحنا يعني ماخذين الفكره الالمانيه كل ما هو مربع يعني كله يعني مستطيل اخضر البرنسيبال اوتونوم هو مسؤول عليه المدرب،
يعني الكوتش، والعمل الاخر يكون مسؤول عليه المدير الرياضي. معناتها منافسنا الجاي اللي هو السؤال اللي هو الجابون، معناتها خارج المستطيل الاخضر ولا داخل المستطيل الاخضر؟ مش يقولوا هو عنده المباراه تحتاج المستطيل الاخضر، وتحتاج اشياء اخرى خارج، على خاطر هو المدرب يحتاج اشياء اخرى، يعني خاطر كل ما ينعملوه حول المستطيل، يعني يحتاج المستطيل، يعني الى بزوان لونترور الى بزوان، يعني فما اشياء اخرى تحضر له اللي هو مش هو يجلي بها. هو قال لك قاعد نشوفوه خاصه تيبيك ما واضحه منيح في المانيا، بيروف مع المدرب يعني تاع الفريق، ولا في هو ناس، ولا يعني فما عده طريقه العمل في المانيا واضحه، يصير تناسق العمل يكون متكامل، والرابح الاصلي هو المستوى الكروي والنجاح على مستوى الوقت الحاضر. احنا في الترجي التونسي لقينا الاتجاه وقاعدين نشتغل بطريقه، لكن في البدايه متعرف فما العمل في البدايه مش يكون صعب نوعا ما، وممكن نتقدم بخطوه بطيئه، لكن اللي نحبها تكون بطيئه لكن جاده وثابته، باش نعطي يعني المردود الايجابي للترجي التونسي. عندكم فكره على الفريق الجابوني الغامبي اللي خرج معناتها الى اليميني بطل السنغال؟ الفكره على مستوى المباراه اللي لعبها هذه، فعلا فكره عميقه. هو فريق جديد المفروض في الوقت الحاضر، كما كان لاحظنا حتى في الكوب دافريك التعداد الفرق الصغار ابهروا كل الحاضرين، ويعني ما عادش فما كبار برك، الكرة تطورت وشفنا اللي يعني لا يستهان بالفرق الصغيرة. فالمفروض وإذا سمعناها البارح من طرف المدرب دي كاستيلي يقول بأنه كذلك فريق هذا لازم ناخذ احتياطاته، لأنه هو فريق لازم نكون له كل الاحترام وناخذ الحذر منه باش ناخذ احتياطاتنا ونلعب ونحترموه باش نخلطوا نقوموا بنتائج ايجابيه لما نكون امامه. يعطيك الصحه سي عربي وبون فواياج. ميرسي.